ريحان الموسوي ونفيس العصفور، قضية كشفت انتهاكات السلطات الممنهجة لحقوق الإنسان. حين أدلت ريحان بشهادتها وهي تتحدث عن تفاصيل التعذيب الذي تعرضت له، وحين أفصحت ريحانة عن تعريتها من ملابسها في غرفة التعذيب، عرت بذلك وجه النظام ورموزه الذين انسلخوا عن قيم الإنسانية وسقطوا في المعركة الأخلاقية قبل السياسية والميدانية كما يرى متابعون. وكانت ريحان الموسوي ونفيس العصفور قد اعتقلتا في 24 أبريل 2013 من أمام حلبة البحرين لسباقات الفورمولا 1، وتم توجيه تهم ضدهما بالتخطيط لتنفيذ عمل إرهابي على حد زعم السلطات، إضافة إلى اعتبارهما من كوادر ائتلاف 14 فبراير. وأصدرت محاكم النظام حكما بالسجن 5 سنوات على ريحانة بتهمة الانضمام إلى الائتلاف في 29 سبتمبر 2013. وعاودت السلطات الحاكمة تحدي مشاعر المواطنين هذا اليوم الثلاثاء 29 أبريل، حيث أصدرت حكما آخر بالسجن 5 سنوات ضد ريحانة لتصل أحكامها إلى 10 سنوات، و5 سنوات لنفيس العصفور بتهمة التخطيط للتفجير. لم تكد تمر أيام على حملة انتفاضة الأعراض التي دعت لها المجموعات الثورية للتصدي للاعتداءات التي تطال الأعراض، حتى جاء الحكم هذا اليوم ليؤكد مشروعية هذه الدعوات بحسب منظمي الحملة.